يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير دفاع كوريا الجنوبية في قصر الاتحادية، وذلك وفق ما أعلنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. نجحت وزارة الداخلية في القبض على تشكيل عصابي اختطف طفلاً بمحافظة الغربية قبل أيام، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير الطفل وإعادته لأهله سالماً. وقالت الوزارة في بيان إن تلك الضربة الأمنية تأتي في إطار الحرص على تحقيق الأمن للمواطنين وفرض هيبة القانون، كما يعد سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين. صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو حركة طالبان إلى احترام التزاماتها بشأن خروج آمن للأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد. وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت. أطلقت قوات الأمن العراقية عملية أمنية تستهدف الشريط الحدودي مع سوريا، وقالت قيادة قوات حرس إن العملية تشكل 3 محاور يتم تنفيذها بشكل موسع وبإسناد من الطيران الأمنية أطلقتها السلطات العراقية خلال الآونة الأخيرة ضد بقايا تنظيم داعش الإرهابي، وذلك عقب تصاعد الهجمات المتكررة التي تستهدف أبراج الطاقة والكهرباء. أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التوقيع رسمياً مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على عقد مدته موسمين مع خيار التمديد لعام آخر بشرط الحصول على الموافقة الدولية. ويعد رونالدو هو أول لاعب يفوز ببطولات الدوري في 3 دول مختلفة، كما أنه كان أفضل هداف في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وفاز بالحذاء الذهبي في بطولة أوروبا لهذا العام.